في إطار متابعة فريق سبورت إي إن دورة كرتاج المفتوحة للتايكواندو معنا سي عماد الشريف مدرب وطني وعضو في الجامعة. سي عماد بعد خسارة وثيب النار شفناكم كينتي كمدربة وحتى اللعبة احتاجيتوا على التحكيم. والله نحن نلعبوا في بلادنا نشوفوا نمشيوا للأفريق نوار ونلعبوا ما نلقاوش معهم جهد في التحكيم ولا في التنظيم ولا في حتى شيء. بارتو نمشيوا ديما ما نلقاوش جهد. خبرمو حتى في بلادنا ما لقيناش جهد. معناها أنا نشوف اللي التحكيم ما مشاش معانا، لكن الحمد لله نحن لعبنا ند مع أقوى الفرق في العالم وفي أفريقيا. ونتائج اجمالا فوق المتوسط وطيبه، علاش ما نقولوش طيبه. لعبنا اللعبه اللي كنا نلعبوا معها توا، نحن رابحينها. خطا صغير معناها هما قالوا اللي المدربه احتجت بعد 5 ثواني معناها، ولذلك احتجاجها مرفوض. وهي النقطه ما تسجلتش، احنا شفناها الكل نقطه ما تسجلتش، اللي هما حطوها 3 نقاط في الراس، نحن سجلنا في الراس وهي ما سجلتش اللعبه نتاعهم في الراس. وحتى المدرب نتاعها بعد اللعبه قال هي المباراه نتاعكم معناها. لكن اش تحبوا دعموا القانون التحكيم داخل في اللعبه، وما عندنا ما نعملوا شيء. ان شاء الله البنات نتاعنا الكل صغار مازال عندهم مستقبل، وان شاء الله التجارب هذه خير تقويهم خير وخير وخير. الله يعطيك الصحه سي عماد، عايش بارك الله. Audio Jungle.